صديقة لين أبو شعر المقربة تكشف عن جنس المولود. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد أن قامت الإعلامية لين أبو شعر مؤخراً بنشر بوست جديد على صفحتها بالإنستغرام، تفاعل عليه العديد من المشاهير المقربين للين، من بينهم إناس زوجة صهيب وهم أقرب أصدقاء للين وكريم، حيث وضعت إناس تعليق على بوست لين كانت راح تكشف عن جنس البيبي بالغلط، وعلقت إناس بي كنت جاية لك أم كنت راح جيب العيد ما أحلاكم. ويذكر إنه لين حكت في مقابلة صباح خير يا عرب انه هي راح تكون اما ام سيلين او ام سلطان، وهي هي الاسماء اللي اختارتهم اذا كان ولد او بنت. ايضا لاحظ الجمهور انه كل الاصدقاء الثنائي علقوا على بوست لين بقلوب زرقاء والبعض علق بقلوب زهرية. فشو توقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟ فمثل ما خبرتكم عم بعمل البرينتال مساج مع هيل هوم سبا، وعلى فكرة كمان عم بستخدم البايو اويل، يعني هو اصلا كتير منيح للستريتش ماركس وهيك، ففيكم تطلبوا منهم انه يستخدموا لكم الاويل اللي انتم بتكون اياه، بس اكيد هن عندهم كمان مجموعة من الاويلز الممتازة.